السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو إن شاء الله هنتعلم طريقة زراعة شجرة الباشن فروت في المنزل. طريقة الزراعة سهلة جدا، أي حد يقدر إن هو يزرعها. مبدئيا كده بنعمل فتحات الصرف. فتحات الصرف دي خطوة أساسية في كل برميل. في أي برميل نزرع فيه لازما فتحات الصرف علشان تصرف المية الزايدة وما يحصلش تعفن للجذور. وبعدين بنضيف شوية أوراق جافة تحت في قاع البرميل، وبعدها بنروح نضيفين شوية تربة متقلبة على أوراق شجر. طبعا التربة بتاعتنا هي عبارة عن واحد تربة سمراء وواحد رمل بنسبة 50% 50%، وبعضا من السمات البلدي. هتقولي طيب التربة اللي عندك دي تربة سمراء، هي باين عليها انها سمرة مش باين عليها انها رمل، ان فيها رمل. هقولك بعد موسم واحد من الزراعة بتتحول التربة الرملية اللي انت بتكون مقلب تربة طينية على تربة رمل بتكون تقريبا تربة طينية. لما انت قصدي بتقلب 50% تربة و50% رمل بتكون تقريبا تربة رملية. فانت بعد سنة من بعد موسم واحد من الزراعة بتتحول الى تربة طينية هشة وممتازة جدا جدا للزراعة. طبعا دلوقتي انا عبيت التربة وقست الصفيحة وقست ان انا هسيب قد في البرميل، وشفت انا هسيب قد في البرميل، ورحت جبت الصفيحة قدام حضراتكم اهي وهحطها في البرميل زي ما هي. انا ممكن افتح الصفيحة، ممكن اقطعها من هنا واقطعها من هنا واقطعها من هنا. المهم ممكن افتح الصفيحة وممكن احطها زي ما هي زي ما انا حطيتها كده. الافضل انك انت تحطها بالصفيحة زي ما انا ما حطيتها كده، وده ضمان انت، وده علشان تضمن ان الجذور ما تتهواش. ده لو انت مبتدئ. اما لو انت محترف في زراعة الاسطح فتنقلها عادي تشيل الصفيحة. برضو المحترفين عليهم ساعات بيغلطوا والتربة بتتفتت منهم. انا عن نفسي عليا ساعات، انا يعني وبلا فخر انا شبه محترف في زراعة الاشجار على السطح، ولكن يعني في عليا ساعات بتيجي التربة بتتفتت مني وانا بزرع الشجرة. ف انا بزعل جدا لما شجرة غالية جدا كده انا بشتريها والتربة بتتفتت والجذور بتتهوى وبتموت، فده بتكون حاجة محزنة جدا. تمام. فانت عشان تضمن ان الصفيحة ان التربة ما تتفتتش والجذور ما تتهواش والشجرة ما تموتش، حطها بصفيحتها وهي تتحلل مع الوقت. طبعا زي ما حضرتكم شايفين انا بحط التراب حواليها، بحط من جميع الجوانب من الاربع اتجاهات من الاربع جوانب، وبدك وبظبط الشجرة كده، بظبط حواليها بأساوي التراب وبشيل التراب احط حواليها، والتراب الزيادة هرميه برا، هشيله من البرميل او من الصفيحة. والصفيحة دي خلال 3 او 4 اشهر هنلاقيها اتحللت تحلل كامل. طبعا دلوقتي يا جماعة الخطوة اللي بعد كده هي خطوة الري. طبعا ده شكلها بعد الري. نبات الباشن فروت او ام الفواكه او زهرة الالام او زهرة العاطفة او زهرة الساعة او فاكهة العشق، دي فاكهة استوائية ممتازة جدا بتتحمل في زراعة الاسطح تحت صيرم وفي الشمس المباشرة.